التصريح الحكومي ديال السيد رئيس الحكومة هو كيقدم الخطوط العريضة والخطوط العامة، فبالتالي ملي كيتكلم السيد رئيس الحكومة في تفعيل الدستور وفي يعني وضع أو تنصيب هيئة المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز والاستمرار في سياسة يعني النهوض بالمساواة ومحاربة والنهوض بالمناصفة ومحاربة العنف ضد النساء، يعني فيما يخص المبدأ كل شيء ما يمكن له يكون إلا متفق، ولكن خصنا المحتوى ديال هذه الإصلاحات أنها تكون فعلا كتأخذ بعين الاعتبار الأصوات النسائية، الأصوات ديال الحركة النسائية، والحركة النسائية التاريخية اللي ناضلت من أجل أنه هذا التقدم اللي وقع في قلب الدستور يكون في الدستور. إذن بالتالي ما خصناش غير يكونوا الخطوط العريضة، وطبيعي بأنه يعني التصريح الحكومي عامة كتكون فيه غير الخطوط العريضة، ولكن خصنا نشوفوا المحتوى وخصنا نشوفوا واش هذه الحكومة يعني بخلاف الحكومة السابقة واش غتعتمد على واحد المقاربة تشاركية حقيقية اللي كتاخذ بعين الاعتبار المجتمع المدني. لولا المجتمع المدني ما كناش غنوصلوا لهذا يعني التنصيص في الدستور. لولا الإرادة القوية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس عبر كم من مرة على الرغبة ديالو القوية فيما يخص تحقيق المساواة. إذن بالتالي خصها تكون واحد النية حقيقية للحكومة الحالية أنها فعلا تقوم بشراكة مع المجتمع المدني وتحقق داكشي اللي هو كاين في الدستور واللي هو منتظر من طرف فئة واسعة من الشعب واللي كيحملوها الجمعية ديال المجتمع المدني في مجال النهوض بالمساواة والمناصفة ومحاربة العنف ضد النساء. كلي نقول هو أنه الحكومة يعني المجتمع المدني عنده واحد الزخم من الاقتراحات اللي هي كتمشي في إطار فعلا تفعيل إيجابي ديال المحتويات ديال الدستور. مثلا نعطي مثال من ما يخص الهيئة ديال المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز، ما بغيناش تكون هيئة شكلية، بغيناها تكون هيئة اللي هي عندها كما كينص على ذلك الدستور أنها تكون فعلا عندها واحد السلطة، عندها واحد الاستقلالية حقيقية تجاه الحكومة مثلا، تجاه مختلف الجهات، واللي تكون عندها كذلك الهدف ديال النهوض بالمساواة. إذن بالتالي خص التركيبة ديالها تكون فيها الناس اللي هما فعلا كيأمنوا بالمساواة، ماشي تكون عندها واحد التركيبة مخضرمة اللي فيها في الحقيقة الناس اللي بغاو المساواة وناس اللي كينهضوا يعني المساواة أو غادي يكونوا حاملين واحد الرؤية ديال الإدارة ولا رؤية محافظة من أجل أنه يعني يبالانسيو ولا يمكننا نقولوا يوازنوا داك الإرادة ديال النساء. هذيك الهيئة ديال المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز كانت قدم في الحكومة السابقة واحد القانون اللي كان ترفض من طرف المجتمع المدني، واللي كان البرلمان يعني يمكن نقول بزز يعني داز داك المشروع في مجلس النواب يعني بواحد الأصوات ضعيفة جدا، واللي رفضوا سميتو مجلس المستشارين. دابا كنتمناو انه غادي يكون إعادة النظر في داك القانون ويكون فعلا كياخذ بعين الاعتبار المطالب ديال الحركة النسائية. ما يخص القانون ديال مناهضة العنف ضد النساء نفس الشيء، كاين مطالب قوية ديال المجتمع المدني، كاين فعلا مقاومات من جهات أخرى، ولكن لابد أننا نجعل واحد الحد لهذه الظاهرة ديال العنف ضد النساء ونكونوا بحال البلدان ديال العالم كلها اللي كتحمي النساء من العنف. حنا كنشوفوا دابا الان مجموعه من الشباب المغاربه كيمشيو للخارج كيلقاو راسهم عندهم واحد العقليه اللي هي مخالفه مع العقليه اللي كاينه في العالم، كيسحبهم انهم يمكن لهم يعني بمجرد ما يشوفوا بنت لابسه بواحد الطريقه كيمكن لهم يتجرؤوا عليها، بمجرد ما تجي عندهم بنت للدار كيظنوا على انه فعلا يمكن له يعني يبالغ في يعني في السلطة ديالو أو في القوة ديالو. هاد الشيء كيخلق مشاكل بالنسبة للشباب. واش العالم كله متفق على المبدأ ديال حماية النساء من العنف وحنا في المغرب كنبقاو في واحد العقلية اللي هي عقلية تجاوزات؟ هذا كيضر بالشباب ديالنا، وحنا كنقولوا بأنه ما كاينش أحسن تربية للشباب هو القانون. ملي الشباب يشوف أنه القانون كيمنع هذا ويمنع هذا ويمنع هذا كيتربى حتى هو وكيولي يعرف على انه المعامله ديالو مع النساء خصها تكون معامله ديال الاحترام، ديال ما خصهاش تكون تحرش او تكون يعني معامله ديال العنف او التحرش تجاه النساء.
watching. Yo.